يلا 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 اعطنا ما في جعبتك. الجعبه فيها امور واجد والله صغيره الجعبه. ما له شو صغيره ذي فيها بلاوي. اعطنا بس نعطيك شيء من بلاوي ذي يعني. ها شيء على فضفضه يعني على هيئه فضفضه تفريغ يعني وراه رساله. ايه هذه اللي افهمها. بس اكتم عشان ما يطلع صوت الجوال الرساله. ها ها اوكي طيب. مالي ورن تعال تعال ورن تعال ناقصك هالشكل ذا. يلا طيب يقول يا صاحبي ما تهونوا صاحبك ما يهاننا تراني على هق ودك واللي تبي الحب بلوى وهم من هموم الزمان لكن عليك بكلام الله وهدي النبي لا تقول حظك من القم ما نزل بالطمان واقول لك ما يقدر زادي وما اشربي دخلت قبلك مراحل متعبه وامتحان سقطت ما فادني حرصي وكثر تعبي. ما سمعت شو يقول الشاعر؟ ايش يقول هذا الشاعر؟